أماني، أستاذة أماني صباح، اتعرضت للسب والضرب. إعلامية عربية شهيرة تتعرض للضرب من مديرها في المؤسسة، وما فعله بها لا يصدق. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر تعرض مذيعة للإهانة والتعدي بالأيدي من قبل مديرها التنفيذي في إحدى الشركات الإعلامية التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية المصرية وفقاً لوسائل إعلام مصرية. وفي التفاصيل، تعرضت المذيعة المصرية أماني صباح والتي تعمل في الإذاعة المصرية للسب والتهديد من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة على خلفية انتقادها مطالبتها بحقوقها المادية والأدبية كغيرها من العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، واعتراضها على تدني الأجور وتأخر المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات. وماله الفيديو انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يتداولونه بكثافة بينهم، معبرين عن استنكارهم ورفضهم لتصرف المدير مهما كانت الظروف، في حين أعلنت المذيعة عن إصابتها في الوجه والقدم مؤكدة رفضها التام لأي محاولات للصلح والتنازل. شاطر. وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع، خرجت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عن صمتها، وعبرت عن رفضها القاطع لأي نوع من أنواع التجاوز بالقول أو الفعل في حق أي من العاملين بها أيا كانت الأسباب والملابسات، كما أعلنت عن فتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء، خصوصاً أن المذيعة وثقت بالفيديو الواقعة التي حدثت في مبنى الإذاعة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلاقاً من ذلك، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر تعليماته لرئيس الإذاعة محمد نوار بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق والإجراء ضد المخطئ ومعرفة الأسباب التي دفعت المدير التنفيذي للاعتداء على المذيعة ومحاسبة المخطئ. السؤال، هل فعلا الواقعة الشجار دي بين زملاء عمل؟ ولا ده خلاف على تحكم الوطني للإعلام؟ وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام، فإن أماني الصباح هي مقدمة برامج في إذاعة وسط الدلتا، وتعاني من الملاحقة القانونية منذ عام 2014 بسبب إظهار مواقفها علانية لناحية معارضة النظام وانتقاد قرارات الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب مشاركتها في احتجاجات العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بمستحقاتهم المالية في ظل تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار في مصر.